هذا البرنامج برعاية سمارت قوة الحياة. أنا كلش فرحان بوجودكم اليوم، وإن شاء الله يكون العرض يليق بهذا الجمهور الحلو. حقيقة صدمنا الحضور اللافت لمسرح ولاية بطيخ. الحمد لله والشكر، هذا رزق من رب العالمين، ألف الحمد لله والشكر. بداية إحنا اليوم راح نحكي بالحلقة عن غلاء الأسعار ومشكلة الرواتب. هذني مشاكل كلش كبيرة بدنا نواجهها كلنا، بس هي القصة وين تبدي؟ تبدي بموضوع 56. مع الأسف إحنا في بلد 56، والكل موجودين هنا، يعني مو بالمسرح، أقصد بالعراق. يعني الكل 56، بس أصعب 56 منه؟ أصعب 56 هو اللي عنده سلطة عليك، يعني كان يكون أب أو أم. سامحوني لان انا يعني موجوده بالعرض اصلا، فانا ما كنت محضر نفسي انه والدتي راح تحضر هذا العرض اصلا، فاحكي بهالطريقه. فلانه هاي هذا 56 انت ما تقدر تناقشه، يعني الاب لما يجي يقول لك ابني تريد تصرف، اصرف من جيبك، جمع وانا اساعدك، جمع بابا، لا تصير اتكالي وتصرف الفلوس وانت تجمع وتتعب، راس شهر يجي ياخذن هو يصرفن، انت بهاللحظه ايش تقدر تحكي وياه؟ وسؤال في الوالدة العزيزة، يعني من العيدية اللي تأخذها وروح البس النعال وإحنا منتظريك، وهاي التفاصيل هاي مطروقة هواية. وقالت نروح وين؟ للمدرسة، تجيب 20 بالامتحان. المدرس يقول لك مين أنت، لا يهمك، أني راح أداريك بالدرجة، تنزل بالشهادة تنزل 20. إيش تقدر تقول له بوقتها؟ وصولا إلى عمك أبو مرتك اللي بالخطوبة يجي يقول لك احنا دا نشتري رجال، صح انت تحس نفسك منطلون حذاء اوكي هاي ما لها علاقة، بس احنا دا نشتري رجال، بعدين ذب لك 50-60 مليون، هو قال خذها بعباتها، من يهي امبر هيرد عباتها ب50-60 مليون؟ فهموني. وغلاء الاسعار راح نحكي عنها هواية، اكو كوم دراسات جابوا لياها الولد بالاعداد، وانه لازم نغرق السوق بالبطائع ونخلق بيئة وما أعرف شو نسوي، والسالفة كلها بيد الحج، الحج يريد يصعد السعر بكيف، ينزل السعر بكيف، احنا ايش علينا؟ شكرا جزيلا، خلينا نبدأ الحلقة. يا الله يا رب، حلقة جديدة. انت كل حلقة تطلعي لي شنو؟ تفضلي شكو؟ فتا ولدي تحرشون بيه. عزب عندي شتيسير. ايه
واحنا شنو العد هنا؟ شنو زلم ماكو؟ بلني شوار بلعد على شنو سوينا؟ هساني ما عندي مشكلة وياهم، بس خلي يجوني واحد واحد. لا هاي الشوارب سويناهن نمسح بيهن ورا ما نشرب لبن نمسحن. صار لي اسبوع افهم بيهم اقولهم ايش تريدون اني حاضره بس ما يفتهمون يجوني كلهم سوا. بابا انت منو؟ اني؟ لا ولك اني الراتب استاذ علي. فززتيني والله عبالي فتشي بالي راح المكان وصخ. وين هذا وين؟ لحظة بس أوقف لحظة، تجابك على المسرح ده تسوي لنا السوالف؟ فأنت أخويا لف وجابك واسطة ومشي الأمور. باو على عنادك على عنادك. كان دخل الدخول الصحيح، خلاني ساعة بطنش هنا أنا ما أعرف شو أقول. شو تريد من بدايته؟ لك هذا الموظف، هذا الموظف أنا شلت منه الطبل الشارع، هو ينهزم هسه يحط عيني بعينه لا ويقول لي أجلني اليوم خمسة بالشهر. أنت منو؟ هسه أنت شرايد من هالي بنية؟ بابا طلع قبل أنا مأجر ده طلع قبل. ادفع بالتي هي أحسن، وإذا ما تدفعين تدفعين غصبا عنك. السلام عليكم بس باوع وهم اعلانات ماكو ليش يكون جاي الاعلان؟ والله ما ادري هل الشكولات هاي جاي الاعلانات. لحظه انت منو؟ يعني واحد مهلس ومهتلف منو موظف غير؟ انت موظف؟ نعم انا موظف يعني دائم ان شاء الله. انت موظف؟ اجر يومي. انت موظف؟ على القطعه. بعدين واضح الفارق الطبقي بين العالم واضح، انت حاط المدراء العامين باول ثلاث سراوات. باعوا جماعه الاجر يوم خطيه لي ورا. با حبيبي شايفك بالدائره. تعال فهمنا انت ايش عندك هنا؟ جاي على الراتب مالتي وين؟ وين هاي؟ على والديك. عبالي ناسيش بالتاكسي. استوني مشتري المحفظه الصبح وينك؟ ما تقولي لي وينك؟ يا اخي انت مدام مو قد المحفظه شكو تشتريها وتنساها؟ ما متربي غير؟ هد اعصابك؟ لا ولا تعصب؟ لا ولا تسوي مشكله؟ لا اكو ستة دا يتحارشون بالراتب مالتك. انا على الوالد والدين يتحارش بالراتب مالتي زين لو لا؟ لا تستعجل اخوان الحاضر يبلغ الغايب. هاي الغراض مالتي زين؟ واللي يندق بيها وداعت امي وداعت امي وداعت ابوي حتى لا يزعل. الزم اللي يتحارش بالراتب وهي شو تدوس على راسه زين لو لا؟ كائن من يكون انخله بهاي نخله هيك منو متحارش بيها؟ انا. يعني انت لو كان من مفيد لو ابو ايجار. والله خبني ما يعرف يمثل غير شخصيه الا ياخذ فلوس. هاي اخلاقي شو اسوي لك؟ هسه هذا خوش رجال انت رحتي على هذا الباي اخو الباي مو غير احنا نشتغل يمهم. انا ادفع لك استاذ احنا اسفين نعتذر. يعني هسه تعباك مشكلتك لك وينك؟ لك وينك جبان؟ تفضل عار لك انا اليوم محتار شو اسوي بيك؟ اطفى عينك اليمنى. مبروك حيدر. لحظة شباب حسابه 60,000 بس يستحق تصفيق عادي. حسابك صار 100؟ لا بعده 70. عافية. انا اليوم محتار شو اسوي بيك؟ اطفى عينك اليمنى؟ لا ما ارتاح اليوم اطفيك كلك. دي يحكي وياك؟ اي سمعته بس مغلس. لك جبار رد علي. باو عاني من عرفتك لليوم حياتي ترمش وما اريد اقول لك ترمش مات شاي. هاي الكوميديا مو انا اقدمها زين. هاي الكوميديا لها ناسها. لك ما عليك كعكي. هاي الكوميديا مالتك. ادري هاي ضحكه تبدل جير غير افتهم. باو انا بدي اقول لك شغله واحده طاح حظك على راسي.
لك تشتغل موظف 30 يوم تركض وتقعد من الخمسة الفجر وقال الخط وقال المدير والبصمة والتأخير وانت ما مدبرها، تدفع مولد وإيجار، بعد وراك نت، بعد وراك أسواق، لك هسه شك واحد طايح حظ بالدنيا راح يفوت عليك. لقفتك لك ما تستحي نوب خاطر باستوديو، لك أول ما تريد تشتغل حاجة تجي تبوس بيدي، من تاخذها ما أشوفك. لك طيح الله حظك يا عار. لا دافع له. لك طيح الله حظك يا عار، بدفع الأقساط. لك هذا بالأقساط اللي يجيب لنا شغلات ويقتل روحه ويدافع عنك، لك عار. لك وشنو القصة وما تدفعه؟ لا مسدده والله مسدده، مسددك لا لك يا با عصابك راح تموت، أنا مالي شغل بيك، جاي على علي فاضل. هشنا حل مشاكلك عمي، حل مشاكلك. اشتغل ثلاجة بالقسط ومغلس. يلا عين أبو مخلد لعبها ليدك. أقول لك عيني أبو هاني بالباب، شو أقول لي؟ أكلكم ماخذ من أبو هاني. كل واحد ضحك ماخذ من أبو هاني ترى. تفضل أستاذ تفضل، خلي أكمل. كمل. طيح الله حظك، ليش ما نعطيك قسط؟ أنا مط القصد، أنت ما مط القصد. لا أنا راح أقطع الواير مال مولدي وأكسر الجودة. لك بابا منين راح تكمل الشهر مالتك؟ لك أنت اللي مخيتي، لك كلها ضدك. سبحانك رب 4000 وجبت تصفيق. سبحانك ربي. خلي بالك بظهرك ما وجعك ظهرك، وراك زلم كفو ممنون، جيبك زلم خشنه ممنون، خوش ممنون، راح يسدد ويدفع الاقساط ويدفع الايجار ويدفع المي. ولا تخاف حبيبي، انا عازل لك كم فلس، عازلهم على صفحه حتى تسافر، يعني كونسه ملاهي وبنات وفلوس. كيفك كيفك، متاح متاح والله ممنون. بس اردفتم شغله واحده، انت واقف بظهر الموظف وتحكي انت منو؟ بس مو كل الحكي ينحكي زين لو لا. يلا وركم خلينا نشتغل، يلا خلينا نشتغل، يلا خلينا نشتغل. شكرا جزيلا. خليت اه حبيبي. انت ليش بتاخذ غشوه حتى تدفع نقد؟ يلا يلا، هاي فلوسك مال كثير، مو يقولون خلصت. شكرا جزيلا، فكره حبيبي، شكرا شكرا قلبي، شكرا. من عاف الاحمر اموره كلها تغيرت الحمد لله. هسه احنا ايش راح نسوي؟ اولا عندنا مشاهد حلوه اليوم، مشاهد مهمه راح نشوفها بالشاشتين ذني. انا بدي احكي وياكم لانه انتم ضيوفنا لاول مره، اكو ناس مكررين من ديك الحلقه واكو ناس من نجيب نور زين باب الشرجي. بس انا صدق نور زين. من يقول انت نور زين يا ابن؟ استاذ شلون تقنعه؟ اسمع. هو ازيدك من الشعر بيت؟ يلا. هاي صار بالأخير شنو؟ هاي الكهرباء الوطنية جت قوية شوية، حرقت نص الأجهزة، حتى عدي حفلتين لغيتهم. أها. خاف ترجع على المواطنين. أخوي 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 أخوي، أنا أخوك الزوج. لا أخوي الزوج. أنت كل شهر تداينني وما أنطيك، وهم تداينني. يلا أداينك. أخوي الزوج وحزام الظهر، خمس ورقات الراس الشهر، تدلل ابو الايجار واقف بالممر يرجع طين فلوس وقلبي انكسر، تدلل خمس ورقات شو تسوي بهن؟ ورقه راحت للمولد هذا اللي يضويني زين، ورقه راحت للاسواق حتى سدد ديني حلو، ورقه واجب للفواتح احترقوا الميتين
زين. ورقة راحت للخصوصي لابن البتشيني، بقت عندي ورقة أصرف الورقة وأعزم أخوتي وكل شي ما يبقى فيهم. والله لو تبدل الفيز ماتك وترتاح. أخويا الزوج سويهن ألف. هنا طبعا. أنا فلوسي كلهن ذابن على الفصول. ليش؟ من ورا الأغاني مالتي. شبيه أغانيك احكي لي. يلا اعتبره نور زعل زعل، خلني نكمل. مرة قاعد أغني موال. لك عار أشقك شق إذا تحكي علي. كان يقوم العار. قال لي شنو التخزلني؟ علي منعار، إيه؟ حضر عمامك. وفصل 10 ملايين. حولت الغير مطعم. نغني بغير مطعم. إيش غنيت؟ الشارع اليوم انقطع. نفس العار طلع لي. قال لي شنو التخزلني؟ شنو تقطع شارع؟ سيارتي وين أطبقها؟ إيه؟ حضر عمامك. فصل 20 مليون. عفت الأغاني اللي بيها عنف وغنيت عاطفي. غنيت هن على ابوه الذاكره. لحظه، هنا الايفون قاومك باعتبار حكي على الذاكره؟ لا، نعد شنو؟ نفس العرقام. قال شنو انت خوذ زلمه؟ انا فاقد الذاكره، حضر عمامك. هذول هذول حجه على اي شيء. ايه زين، هسه تباقي بلا بيت حبيبي؟ ما عندي بيت. زين ليش ما تشتري بهالمجمعات الجديده؟ هالمجمعات؟ اي المفتوحه الجديده. دقوم 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 دقوم. أحا 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 يوم قعدت لك فقرة وبيت ما عدنا، يوم قعدت لك مجمع للسكن ردنا، يوم قعدت لك شقة بطابق العالي، قوم قعدت لك النوب القصد غالي وتاخذ قرض وياها موظف رده يكفني. قال لا احسن لك اكتني. ابشرك ابشرك طارت الشقه، يوم قعدت لك ابشرك طارت الشقه. اه دقوم 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 دقوم. حبيبي نور الزين قلبي، أثير قاعد بس ماية، تقدر تراجع مسرح الرافدين حتى ينطيك البلوك والشقة. البرنامج غير مسؤول. شلون نسند الممثل نوقف في ظهره؟ والله العظيم ما بيعك أثير، ما بيعك. خلينا نروح نشوف مشهد ونرجع مرة ثانية. يما صيامي متعبج، تعبانة، مريضة، جوعانة. يما أول مرة أشوفك هيك مستعجلة بس تريدين تفطرين. عم أنا متعبتك بشي؟ لا أنت بتعبتني إلي. يما أخوك السلم سلفت 100 راتب. شنو؟ أخويا استلم سلفة 100 راتب؟ أي ما أخو كمني ما أحكي، وهاي أمانة، فانتظر تفطر حتى أخونا الأمانة. إشلون؟ أخويا مستلم سلفة 100 راتب وما يقول لي؟ اليوم أكسر العيادة على راسه. شلون يما؟ إيش مستلم؟ ما تدرين؟ لا والله يما ما أدري. طبعاً نايمة على أذنك، ابنك مستلم سلفة 100 راتب. حسي؟ وما قال لك؟ طبعا ما يقول لي، لان اطلبه 5 ملايين. شكد سكوتي بس يما، لا تسوي مشاكل ويا اخوك هذا الكبير مهما يكون. لو بس ادري من هاي السوسه اللي دا تودي حكي وتجيب. تودي تجيب؟ اليوم اروح للعياده كسر العياده على راسه. يما استهدي بالرحمن، شنو دخل بيناتكم الشيطان؟ شقوم وياي ولا اقول لك؟ قعدي ولا اقول لك؟ انت شو وقت توخرين هذا الماكس من وجهك؟ مشتاقه اللون وجهك الاصلي.
فهد فهد بس اصبر تعال. بس لو اعرف منو هاي اللي تخرب بين الاخوان. ها خية خرج خية ابن شبي على كيفك خية على كيفك وش جهت نسيت عليه من البصرة وحتى صيام ما قدرت اصوم ماكو شيء انت اختي اي واني اسفة لي ان جبتك من البصرة وما صمتي من وراي فدوى لك انت وولدك تطلبون ابني 10 ملايين صح وهو شو اقول لك استلم سلفة الميت راتب صدق يعني صار عنده فلوس هسه راح يعطينا فلوسنا الأمانة هو ما ناوي يسدد المبلغ شلون عيني شلون؟ ما يعطينا فلوس؟ شوف اقول لك باي انا وولدي راح نروح للعياده واذا ما كسرنا العياده على راسه انتصب معلاوي اوقف شبيك؟ ما دريت ابنك ايش سوى؟ ايش سوى؟ طبعا ما تدرين نايمه على ابنك، ابنك عين مستلم السلفه ام 100 راتب حس ايش قلت سكوتي؟ ولا حكى ولا قال؟ لا فوقاها ما يريد يعطينا فلوسنا، باعي راح نروح له وانا وولدي اذا ما كسرنا العياده على راسه شوفي. بس لو اعرف هاي السوسه اللي تجيب حكي وتوديه مني منو؟ خاله بالاسواق تفضل خاله. ها خاله هسه هم حطوا التبسي على الفطور جت رسالتك شو تريدين؟ ابنك ايش بيه؟ خاله شو اسولف لك؟ شو اقول لك؟ لا تسولفين التبسي راح يبرد. خاله ابني استلم سلفة الميت راتب. اي هاي من الزينات، يعني ال5 ملايين اللي اطلبها لي راح يعطيني اياهن. والله صراحة يا خاله ما ناوي يعطيك اياهن. لا هيك عوف التبسي وراح اكسر العيادة على راسه. ليش اكو خاله ايش صاير؟ ليش تبى تدرين؟ لا والله خاله ما ادري. طبعا نايمة على ابنك، ابنك استلم سلفة الميت راتب. هسه ولا قال ايش قد سكوتي؟ لا وناوي ما ينطيني فلوسي. وداعا للتبسي خله راح افلش العيادة على راسه. بس لو اعرف هاي السوسه منيه كان ارتحت. حسين وش صاير؟ ايش صاير؟ خالتي درت، اخويا درى، الدنيا كلها درت، ما عندنا مشكله. بس مال انا وجاي ابو المرور يقص لي وصل، انزل له اقول له خيك رحم على والديك والله ما عندي. قال لي لا انت مستلم سلفه 100 راتب هنا على هالملا. هذا سؤال والله ما تروح يمه ابو المرور ايش بدري؟ يما بس لو اعرف هاي السوسه اللي دا تجيب الحكي ودا توديه من هي كان ارتاحت. السلام عليكم. عليكم السلام. وياكم اخوكم علي سمسم ملك الشعارات والتفاعل. مجامله مجامله اكثر. جاملوني اكسبوني. جاملوني حطوني بجيبكم. حطني بجيبك جاملني جاملني. اضحك 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 اضحك. اضحك اضحك اكسروا عينه وقول انا خوش ممثل انا اعرف امثل واضحككم اكسروا عينه استاذ علي اقول لك سمسميه بالقوه شنو طبعا تفاعلوا وياي بعد فدنا بوزع قطع اراضي بعد جا مني يكسبني جا مني حط بجيبك جا منيني ابو حسين حبيبي دخولك اللغه يا دخول هذا هو الدخول راح اصفق لك على اللغه يعني هسه هاي الفعاليه اللي سويتها كلها أيوه. يعني ما عندي مشهد على المسرح لا شباب انا هسه ما عندي مشهد فدوري كممثل انتهى راح امارس دور الثاني كمدير انتاج خلف الكواليس بس خلي شغله واحده ببالكم لا يصفق ثانيين هشام ثانييني انا ما اغادر الا لحظه بس لحظه اوقف اوقف عندي اعتراض هنا نعم بدي اصفق لك تعرف اسمه هشام لحظه لا 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 حتى بس تعرفون وهذا كاتب عندنا بالورشه كاتب هشام هذا دليل انه انا حقيقي وما اكذب واكو شغله ما راح اغادر إلا بالمغادرة المسرحية اللي صار لي 20 سنة أغادر بها المسرح وهي أفشل ركضة بتاريخ المسرح العراقي بس خلوني هنا لحظة لحظة من أغادر صفقوا لي وجاملوني سي كاكي سم 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 منو باقي عندي عطل ما مشترك بالعرض منو عطل ما مشترك بالعرض هذا تصفيق العلال ابراهيم القديم إذا متوقعين أسوي مثل هاي التفاهة اللي سواها اللي قبلي مستحيل على القديم
انسوه لين علال ابراهيم يغير من نفسه. هذا يتمرقص ويتلطلط هنانا مستحيل مستحيل. تعبت على نفسي اني بالاونه الاخيره. دك هاي غاليه، هاي غاليه رجاء علي. اني بالاونه الاخيره. لحظه هاي لازم تصفقون عليها ما رجاء علي يعني. اي خليهم براحتهم رجاء. بالاونه الاخيره طبعا طفت في دول عده، رحت الى قطر الى الكويت الى مصر، عفوا مصر. يعني هاي عدتها باللغه صرت كلش دقيقيك، يعني مو مصر مصر مو. رحت الى دول كثيره، رحت الى تركيا، رحت الى بيروت طبعا من اجل انه اسوي اعلام حقيقي، يعني درست اعلام يسوى مو اعلام ما يسوى. هاي هيش تعلمت ببيروت ومصر وهاي سؤال علي. مصر. تعلم تعلم. لو بس تعرفون، لو بس تعرفون الحركات اللا أخلاقية، تعلموا حركات عربية. يعني سالم بس تحضر تعلمت إعلام حقيقي مو إعلام قذر. أقول لك يعني هسه أسان إعلام قذر زين وإعلام مو حقيقي مو. أنا نطط مو. لا لا حشاك أستاذ علي، بالأخير تبقى تزميل. يعني مهما يكون بالاخير انت زميلي واحنا نشتغل بشانل واحد. اوكي انت بيروت قلت ايش تعلمت؟ علي بيروت طبعا شفت الاقتصاد مالتهم جدا منخفض. ايه فسويت دراسات وثائقيه يعني. شو سميتها؟ سميتها دراسات؟ النظره من الاسفل يعني. سويت لهم دراسات لان ال 100 دولار علي تصرفها ب 3 مليون ليره. خلني اشوف راحتك ببيروت. وضليت طول السفره انا حزين و... اقول لك خلني اشوف راحتك ببيروت والوثائقيات اللي سويتها. بالله راونا بالله راونا بالله. خلاص شباب خلاص الجمهور كله اتفرج الوثائقي مالته اللي بيروت اللي مسويه. هذا شاف الوثائقي؟ هذا كان ايش؟ كل شيء متحشك؟ على هامش السفره. هذا على الروشي. هو هذا اللي تعلمته ببيروت ومصر؟ بعد اروح لاذربيجان ابيلي. زين ومصر شو تعلمت؟ علي مصر لا كيف بعد هسه طيح حظك مصر. يلا مو مصر. اوكي بالتالي لك قاعدتك علي، لك طايح الحظ، لك تبقى عار، لك تبقى دبسز. ذب السترة. لا علي عيب، انت مو مال احترام. ذب السترة علي عيب. نعم ذب السترة. ذب القميص. لا علي ذب القميص ذب القميص. ولك الربطة بعدين عندي غير استعمال الربطة. ذب القميص علي بس خلي ذب القميص. ما حتى صوت مال ما يصير عندك. ذب القميص ذب القميص. ايش مو الفانيلة مزروفة؟ ها الفانيلة ادرس عليها وثائقي على المزروفة. هاي بالروشي. ها بالروشي اريد اسوي وثائقي على الفانيلة مالتك. ذب. لا علي والله عيب. يلا يا عافية. لا عافية والله. عافية عافية والله عافية. أردار شوف هذا الإعلام القذر. هذا الإعلام القذر. لك تاخذ 3000 دولار وما تشتري فانيلة. علي مو تعرف شنو ايش شد لي الرباط. لا عيب. لا شد الرباط ترى دراويك الوثائقيات الصدق. مو على ابراهيم اللي سويت. لا ما على ابراهيم يسويك. عيب هاي الحركة تعلمتها بمصر. شيل سوالاتك وبرا. إعلام ملوث. تحية العلال إبراهيمي. الله. شو أخبار؟ هو أنت؟ إيه. عليك الله. تحب العراق؟ عصير بلف عصير بلف. عضل الشيخ انا على باب الله. على راسك انا طواف. امشي. بلف 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 بلف.
شو رايك بارتفاع الاسعار؟ شوف الاسعار. شكرا. اعطيني بوسه. شنو رايك بارتفاع الاسعار؟ شوف الاسعار. حبيبي الغالي. شو تريد؟ شو تريد لحم؟ شو تريد بانيا؟ اي شيء عندكم. ارجع البسطيتك امشي. لابس ابو الدوب. ولاية بطيخ احنا على الابراهيمي على الاربع ويا ناظم الغزالي وحسين نعمه. قول القيعين وين صارت مال داري؟ ضحكه بغداديه قديمه، اريد الضحكه البغداديه. شقل لا هضم هضم يا ماده كل مادات. انت تحب البامية؟ لا احب اللوبي. الله الله العراق يا عراق. ليش دائما اطق منه؟ فخذ هالعرضة. ايه زين اطق اطق بي ايش السبب؟ هي بخمسة هي فخذك هالعرضة ايش عندك لابس؟ ما تقول لي ايش عندك؟ والعمر هدى ولا هدى رياح تعبانة. اصلا رياح تعبانة؟ ايش قلت له؟ قالها قبل قالها قبل لفك. عصير بلف عصير بلف. وش قالي؟ لبن 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 لبن. اكو اغنية تقول خالتك مو زينة خالتك مو زينة السعر صاعد عليها خالتك مو زينة الدهن جاوينة. لا موازنة لا حكومة لا خدمات يعني الامور يعني من اسيء الى اسوأ. غموض وإثارة. غموض وإثارة. أيوة سينما انا مو حكومة. شايف المراسل اللي سوى بيك بالتقرير مالته الاخباري من خلف قضبان الشورجة قضبان الاسعار الحارق الذي ينهش في الشعب العراقي. الى هنا وصلنا الى نهاية الاستطلاع. تقبلوا تحياتي انا علاء الابراهيمي من قلبي مدينة تونس الخضراء. مو الخضراء هاي اللي عندنا. من قلبي مدينة تونس الخضراء الشارجة. علاء الابراهيمي دوت كوم. اوكي. جود مورنينج. نايس تو ميت يو. على صاحب السيارة المرقمة 4221 بغداد التوجه نحو الجراج. على شنو الدور هاي مالتي؟ على شنو الدور؟ على صاحب السيارة المرقمة 4221 بغداد التوجه نحو الجراج. شحركها من الجراج؟ طابق أول واحد أني. هذا سمسم حركها. لكم سيارتي خالب مكان زين ليش حركتوها؟ أستاذ علي الخلوق المحترم. استاذ علي الخلوق المحترم هذا سويج سيارتك واعتقد خلي نسوي كنترول على اعصابنا ترى الموضوع ما يسوى. شلون ما يسوى يا حبيبي يا ابو نادي؟ صدقني ما يسوى. لا يسوى ابو نادي انت رجل محترم ملك علاقه هذا تصرف صبياني. اللي اجى وحرك سيارتي المفروض يحركها باذني والا ما يصير. هذا مو حكي انا ما اقبل. بعد فندم خليك ياخذ بيتي. لا الحمد لله والشكر عندي شقه ملك. ليش ومن حرك سيارتي يا ابو نادي؟ خادمك ابو نادي انا اللي اخذت سيارتك. بصراحة شفت المزعة طياه اللي يجي يركب سيارتك قلت بقت علي وانا عندي شغلة مهمة ماخذ بنتي دا تروح تستلم نتيجة يعني مو دالعة. بنتك منو؟ نادية. نادية؟ خادمتك تبوسيدك استاذ علي الخلوق المحترم. بس رب ضارة نافعة بهاي الرحلة اللي اخذت بيها سيارتك وقدتها. الله 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 ايش حصلت من سبق صحفي؟ الله. حصلت سبق صحفي موضوع هذا الاسبوع راح يسوي ترند بالدنيا كلها. تفضل استاذ علي. اكيد عن الخارجيه. لا 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 عن الداخليه. زين شنو مكافحه لو اتحاديه لو يعني وصلت وصلت. تفضل استاذ علي تقدر تطلع عن الموضوع من خلال هاي الوصولات. هاي غرامات ولك؟ إيه استاذ علي الخلوق المحترم. لك بقت بيها خلوق محترم؟ لك غرامات بسيارتي ليش؟ عدم ارتداء الحزام.
انت ما تلبس حزام من تمشي. لا انا لابس حزام. لا عاد شنو؟ بنتي ناديه ما لابسه حزام. وهال 50,000 لبنتك ناديه؟ اي استاذ علي. خادمتي؟ اللي تبوس ايدك. خادمتي اللي تبوس ايدي؟ كلفتي 50,000 دينار. زين خطيه انت منين لك؟ تراتبك يا دوب يكفيك. استاذ علي قابل هي سيارتي؟ يعني انت تتوقع انا ادفع؟ لا عاد شنو؟ استاذ علي مديت ايدي على تشكمكه، طلعت مجموعه من الفلوس، شلت 50 اعطيتها للمرور. خسرتي 50,000 ابو ناديه؟ لحد الان. استاذ علي الخلوق المحترم، هذا الاسبوع كان اسبوع التربيه. يعني الترند التربيه. والله دا اشوف وزاره التربيه ما دام اجلوا الامتحان الى اشعان اخر وعاقبوا الناس مستحيل بعد تتسرب الاسئله. دك الخاص. شو اليوم مو لاكل تخس؟ صياغه الخبر شلون تريدها؟ اريدها صياغه بي بي سي. ما تخاف. ما اخاف. ماكو خطوط حمراء. ماكو خطوط حمراء. راح تصير تاجيل الامتحانات الوزاريه بسبب تسريب الاسئله. وهناك جهات عديدة اتهمت حفيد شخصية سياسية معروفة بتسريب الأسئلة. لا أطردك أبو نادية. هيك أطردك. احنا اتفقنا ما خطوط حمراء. تقول لي هاي الشخصية منو؟ أستاذ علي بدون ذكر أسماء. لا حبيبي ذكر أسماء. أستاذ علي والله بدون ذكر أسماء. أخوي احنا لا تبطيخ تحكي لي تقول لي هذا الحفيد منو جده منو؟ تريد الحفيد والجد؟ الحفيد والجد. هي الامتحانات تأجلت بعد استاذ علي. لا يعني بعدين هيك راح ناكل جبن. اي الامانه عوفه. لا انا اقول شنو اقول يعني بعد راح شرها خلاص. هو حش عليه بالفيس مو هو حكى عنه. والله ما كنا نتناولها. جيب لنا غير خبر. جيب لنا غير خبر. ايه استاذ علي الخلوق المحترم. أي. عندي خبر. أي. كلش مهم. شوي يعني هو اقل من هذا. يلا بس انا راح اشوف لك اياه من خلال المصدر مالي وانت تصيغ الخبر. يلا انطيني. يلا وين المصدر ابويا؟ يلا المصدر ابويا. احكي له الخبر. فيلم استاذ علي. فيلم هندي. شنو؟ استاذ علي هايكو طائره شراعيه. طارت الطياره. طارت وقعت استاذ علي. زين ايش بيده يسويك بعدين؟ الطيار ظل يرافس وانهزم. انهزم مره. اي وراها صار هاجت اسعافك وجرحى وقتله. لا 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 مو اسعاف. هو ما عرف حبيبي. مو اسعاف عمري. حلو. جت الشرطه. جت الشرطه بالضبط. اي قامت تسبح شرطة؟ لا 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 استاذ علي دا تدور. دا يدورون بالطائره الشراعيه. اي ايش لقوا؟ حبايه. لقوا حبايه. وين المشكله؟ بدي اشوف الحبايه. ايش بيها؟ ايش بيها الحبايه؟ حلو. فهمت. اذا طياره وقعت بها حبوب مخدره. ها بيا محافظه حاره. كل محافظاتنا حاره. بس اكو وحده كلش حاره. زين لا تغلس. باليه. لا استاذ علي نخيل. نخيل. اريدك ما تغلس استاذ علي. ما عندنا حبيبي النخيل كله مات. نعد وين بيا محافظه؟ فهمني. خشابه. البصره. اعذرني شويه فهمي بطيء يعني. شكرا. هو هذا الخبر الرايده. حبوب مخدره وطياره واقعه وين بالبصره؟ منين جايتنا؟ احكي لي استاذ علي الخلوق المحترم. ايه؟ يعني طياره وشايله حبوب مخدره وواقعه بالبصره منين جايه؟ منين؟ اكيد من تركيا. استاذ علي الخلوق المحترم. تريد الصدق؟ أي اسمع اقتراحي. أي انا اقول هالاسبوع ماكو اخبار. اي والله احسن. اي والله كلها تملخ الاخبار. هذا هاي الوصولات تحطها بالسياره من تطلع بيها حبيبي استاذ علي. لا نعوف. بس لا. استاذ علي اكو خبر. اي هيك لفت انتباهي. أي يعني قلت اخذ رايك. رئيس الوزراء قاعد دا يشتغل خطيه طفت عليه الكهرباء كمل شغله على شموع. هذا ذكرني فد واحد هم رئيس وزراء كان دي يسوي لقاء وطفت الكهرباء فش قال شغل المولده مو
وقف لعد انا ذكرني بواحد كلش قديم. ايه؟ ضيع البطاقة التموينية ونشر بجريدة الثورة. اه. شنو رأيك استاذ علي؟ اقول لك دروح لناكل خسس. يلا حبيبي استاذ علي. يلا يلا عيني. خلينا نشوف مشهد. والله قلبي ما منطيني اشوف قرايبك. ما يخالف حبيبي تحملهم الخاطري. يا ما اود اتحملهم، هم قرايبك ينبلعون وخصوصا هذا ابن خالتك كاتلني كتل. تحسي شلون ريال مدريد؟ فقير ومسحول بالبدايه وباخر دقائق ينقلب طنطل. اصلا بالعكس فد متغير والدليل هسه عازمني. يا معوده يا متغير. ابن خالتك يشبه الدراما العراقيه. يظلون يفترون بالاخير يصورون بشارع الرشيد. والله حبيبي مو هيك، هسه راح نطب وراح اشوف. كل من بحاله من بحالنا احنا، اللي قاعد يتفرج تلفزيون واللي متمدد عايش فيك خاطري. هذا هو حبيبي، الخاطرك كل شيء هون. ها وقبل ما نطب، خلي احكي لك هاي القصه. بيوم من الايام كان اكو ملك. هذا الملك عنده بنيه وحده، اميره كلش يحبها ومحافظ عليها. وبيوم اللي رادت تتزوج قالها ما تتزوجين اي واحد الا اللي يحقق الشرط مالتي. شنو الشرط كان؟ انه اللي يريد يتزوج الاميره يسوي وليمه توكل كل المدينه، يجيب اكل وشرب وفواكه ولحم وسمك. وبذاك الوقت جابوا تنكر كبير مع السفن، هذا التنكر اشربه وما اجرع ابن خالتك. خلينا نفوت. وصلوا وصلوا يا جماعه وصلوا. يا اخواني هدؤوا. انا ابن خالتها من جريده خالتها الشقره. سؤال، ليش لحد هسه ما مخلفين طفل يملي عليكم حياتكم؟ واني جوارينهم ام علي صحفيه مستقله. انا هاي المره ما اريدها تسالني. عيني دخلي اشتري جدا وبعدين احكي. انا بدي اسالك سؤال، هذا الشيب اللي بلحيتك امين شنو سببه؟ ليش على قلبك؟ انا بنت خالتها من مجله النفاق، ليش هيك حبيبتي هالايام منفوخه؟ نقدر نعرف راتبك ايش قد؟ سمعنا بالدولار. سمعت اختك اتطلقت صدق؟ ممكن نعرف السبب؟ سمعنا اكو خلافات عائليه بينك وبين اخوتك. السؤال، انت مزرعه محبه بالعائله لان كنت ملتهي تزرع شعرك؟ يمه امك كنت تفرح بيك، تريد تشيل جهالك. شو كنت ناوي تخلف؟ والسؤال الاهم، العيب منك لو منها؟ هذول قرايبك؟ اناشد عليهم؟ الله يخليك قرايبي عيب. يا عيب واخريدي، خلي ناشد عليهم، هم يعرفون العيب؟ عين القرايب، من نجيكم خطار ليش تهرون اسئله؟ سؤال ورا سؤال، سؤال ورا سؤال، يا اخي حتى طلاب السادس يطوهم 40 يوم يراجعون. وعندهم مرشحات وعندهم ملازم، حتى الاسئله قاموا يبيعوها. وانت شنو سؤالك؟ زارع شعر لهم؟ اي زارع شعر، راسك لو راس، اي زارع شعر، وراح ازرع تمن، وراح افتح نهر بنص راسي، وراح اقلبها البعيفه، واخلي كل الدراما العراقيه تصور مسلسلاتها براسي. هم كانوا يصورون بالرشيد؟ لا هسه لقوا البعيفه وشلبوا بيها. بعدين تغشمين روحك؟ انت مو صورتي اياهم؟ اي صح. وبما انك ما تقبل تقول راتبك ايش قد راح احسب لك انا، تاخذ بالشهر مليونين الا ربع. يا اخي كافي تحطون عيونكم على رزق العالم، خلي العالم تسترزق، يا اهل يشتغل حطيتوا عينكم عليه وبديتوا تحسبون. ابوي كي اذا على 1011 نفر عنده دروب باليوم، هذا المطعم يطبونه. يا اخي ما عليكم، انت ما قاعد تحسب، انت قاعد تحسد. هسه لو يفتهمون بالرياضيات هم اقول ما يخالف. دخل له ضربه. لا عوف. دخل له ضربه. دعوف دعوف. بس بالحسد يصيرون شطار بالرياضيات، هو ما يفرق بين جذر التكعيب وجذر السن، هو لحد ما عبال القسمه بس بالزواج، والكسور بس بالمستشفى. ايه شو ما جاوبتوني على موضوع السمن؟ ايه اكو فخش على عينك هسه؟ قولون مبين. لحظه حبيبتي. فشلني بشرفك. حبيبتي لا تكذبين على روحك، ترى انت صدق منفوخه وسمنانه. وعنت العراقيين مو يالي يسالك يقول لك انت سمنان، تقول له لا قالون. ترى القالون هالكبرى وانت صغير هالكبرك. وبعدين حبيبتي بطلي يومي الصبح تقولين راح ابلش اليوم بالدايت والرجيم، وبالليل تهجمين على الثلاجه. كافي. وبعدين شنو تكلم؟ وقف خلنا ناشد عليك. اسمه قولون مو قالون. اسف. شو اسمه؟ قولون. اوكي. وبعدين ايش كلبتي مرتك منفوخه؟ مرتك منفوخه، ادري ايش متزوج تاير لو تشوب. ترى خطبتها من بيتكم مو من مجمع المشن. انقرضوا. وبما يخص موضوع الخلفه، شو وقت تخلف؟ شو وقت امك تشيل جهالك وتفرح بيهم؟
لك شنو شوك تتخلف؟ شنو الشيء الجهاي؟ ادري شو مخلف دم بلصات ثاني؟ لك بابا موضوع الخلفه كله بيد الله، رزق بيد الله. لحظه يعني لحظه، اذا انت هيك ما عاجبك انشب واطلع برا. حاضر. وهاي رساله الى كل القرايب، عوفونا نعيش بحالنا، ترى انتم مو احسن ناس بالدنيا، وبدكم مو حلوه عادي حال حال اي بنيه بالعالم، وامكم ما تعرف تطبخ وجايها يلعب النفس وما تعرف تاخذ خيره، وابوكم ما عنده ذوق وخصوصا بالصبغ، وهذا الحزام الاخضر لو تسوي حزام بغداد لا تسوي بالصاله، وابنكم الصغير غثيث غثيث ما ينبلع، وذاك اليوم من جاكم يبكي اني قرصت حيل قرصت حيل لين غثيف، وبطلوا تقولون هاي الكلمه والله احنا احسن ناس بالدنيا. ادري ايش ماخذين دوري الابطال لو مطلعين فيزا شنقل شنقن يمه شنقن اسف يمه فيزا شنقن، وبعدين بطلوا تقولون والله احنا ناس على قد حالنا سانتين بابنا وعايشين بحالنا. اذا انتو عايشين بحالكم ما تاخذون خشمكم ويعيش وياكم ويعوفني بحالي. كم موظف عندنا هنا؟ بس ارفع ايده ارفع ايده بالله الموظف. لا واحد رافع ايده مكيف والله مكيف. شنو طموحك بالله؟ ها؟ عن الشقة عن الشقة شنو طموحك؟ ها؟ شنو البصمة؟ هذا يندبح المفروض اليوم هنا يندبح. زين بعد شنو طموحك؟ شنو السيارة؟ بيت؟ منو؟ بيت؟ سمعت واحد يقول بيت. خلنا سولف لك أبو البيت ما دام أنت هيك وصلت. ها؟ تدري انطوني ضاء هنا لأن هذا غثني أبو البيت. كلش استفزني. طوني هنا ضاء خلنا سولف لك. حبيبي أبو البيت راح تشيلك. لأن أنا همينة كنت مثلك من تخرجت من الكلية كان نفس الطموح هذا عندي أنه أني أصير موظف حتى أشتري بيت. راح أحسب لك إياها هيك حساب عرب يعني. أنت راتبك 750 350 رايح إيجار لأن أنت لوتي مأجر 350 ماكو بعد 350. قول 300 راح تصرفهم بالشهر كل يوم 10,000 هاي 300,000 بقالك إيش قد 100 يعني تقدر بالسنة تلملك مليون. تدري البيت أبو 150 مليون إيش قد تحتاج تلمله أنت لو لا؟ عندك معلومة لو ما عندك 150 سنة. أكو حل ثاني أحلى إنه تبدي الله يوفقك وتأخذ رشوة. أوكي سهنا أنا راح نحسب حساب زايد بالرشوة. شنو إنه أنت بعد دخلت بالحرام فحضر روحك أمراض الله ما يوفقك رايح بالحرام. أكو ناس الله موفقهم بالحرام دولة ما أدري شنو وضعهم. أنا داحكي عن الناس الطبيعيين. هذا طبعا بعد راح تبدي تفكر بعلاقات مو زينه وسهر وهذه. فخلنا نقول تلم لك بالسنه 5 ملايين. لميتك بالسنه 5 ملايين ب40 سنه حلوات راح تلم لك 200 مليون حتى تروح تشتري بيت تشتري البيت تطلع تقاعد تطب للبيت عمرك 70 سنه تموت تصعد فوق الله يحاسبك على 40 سنه تطبق فيه. واكو طريقة ثانية تاخذ قرض من الدولة وتموت والله وراها راح تعيش عيشة كلش حلوة ورا ما تموت. ليش؟ لأنه الموت يطفي القرض عليك. اللي يموت ما يداعب قرض دا دليكم على الدرب إذا تريد يعني. ويظل المرحوم هذا فلان الله يرحمه مات على مود يجيب لنا بيت هلقد البيت عزيز بالعراق يا أخوان موضوع غث. هلا 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 والله حبا الأغنية. هلا هلا عربنا هلا هلا عربنا زين نضحك على الأقل نضحك مستحيل يعني اللي يشتغل ياك ولا يضحك زين ها عمر يا كابتن حبيبي زين زين لحظة 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 يعني هذا التمثيل والأداء والرقص والاستعراض وإعلانات ماكو علي ما تقول عمو أبو أثير الله بالخير الإعلانات لمن؟
أقدم لكم نفسي أبو الحلول. زين. وعندي مثل. ها؟ مثل صيني. الله أموت على مثال الصيني. إيش قد عندك مثال صيني أنطيني؟ مثل صيني شعبي قديم. إيه. ما يجي على بالي. راح أقول مو كان مقولة. زين. يقول اشغل فمك بالأكل ولا تشغله بالقيل والقال. يعني زيد وزنك ولا زيد ذنوبك. الله الله. صار لك ساعة تهرت برأس العالم. أخذ رشوة، موت ورا القرض، لا تشتري بيت، الزيت صعد، الأسعار صعدت، علي من شكو العالم راح ترجع مشي. لك حبيبي أكو أزمات كبيرة احنا دا نشذب على العالم. بس لا تخوفهم لا تخوفهم. لك بابا لك أكو عندنا 100 أزمة. لك زيت ماكو، زيت غالي. ما يغلى عليك علاوي، زيت ما يغلى عليك. قل لي شنو مشكلتك أنا أحلك. مشكلة يعني. الزيت. أكو زيوت بديلة يا حبيبي. مثل. زيت الخروع. زيت الفستق. زيت الحية. خوف هذا زين للشعر وزين للأكل. زين. وأقوى زيت إحنا اللي لازم نركز عليه الشعب العراقي إنه يستخدموه زيت السمسم. زيت السمسم إذا استخدم الشعب العراقي كبديل للزيت الاعتيادي راح يحل لنا مشكلة كلش كبيرة. مشكلة واحدة؟ طبعًا. زين. ما راح نلقاه بالكليشة. زيت مزعج الكليشة أم السمسم. ما تنجر عمي قوة. زين. كليشة زايدة ما لها داعي. والشكر؟ الشكر أسهل منه ماكو. من أوكرانيا. لك عندهم حرب نجيب شكر من أوكرانيا؟ لا نجيب أوكرانيات من أوكرانيا. خوب الشباب يأيدوني، هاي صفحة الشباب كلها تأيد. زين شي سوون دني؟ بس تخلص بحها بالغراض كل شي يصير طيب. اسمع مني حتى مرتك ما تنقو لك. زين أوكي أنت تعرف أكو إحنا عندنا أزمة كلش كبيرة. هذه الأزمة سببها إن وزارة التجارة الاحتياطي مالتها 4 أشهر. يعني ورا 4 أشهر احنا راح نفلس. يعني كل شيء ماكو كل شيء ماكو. ما تقدر تشتري شيء، ما تقدر ما تلقى شيء اصلا. ليش بدك تكبر الموضوع؟ اروح للاسواق. مرحبا ام محمد، زيت بلفين تاخذ من عنده زيت وتجي تزقنا بكلش طبيعي عادي. لك بابا حتى بالاسواق بعد ماكو. لك جوع جوع مجاعه راح تصير. يعني هيك الموضوع كبير كلش كبير. جوع دا اقول لك جوع. بس اكو حل لا تقلق. اكو شنو حل. شنو الحل؟ يعني هسه انا راح افكر لك بحل مبدئي هيك نمشي بيه هالسنه هاي. ايه يعني شهر رمضان مو كان ما شهر نمدد 4 أشهر. اي خوش فكره هاي. اي بحيث نقلل بعد ماكو صرف مواد غذائيه، ما حد يسحب مواد غذائيه، العباده تزيد. اي بس اكو مشكله. شنو هي؟ الدراما العراقيه شو جراح 4 أشهر؟ لا لا الجوع ارحم، الجوع ارحم. اي هذا الاقتراح شيله تبقى بالزبل ما لك علاقه. زين قلبي انا همين اجي وياك واقول لك حكيك صحيح. احنا عندنا مشكله الفقراء يا حبيبي. الدنيا مليانه فقره، العراق بفقره هوايه، الطبقه الوسطى انمحت. انت بكيفك اذا عندك حل تفيدني قل لي. صراحه احنا صارنا ايام واسابيع اني وثله من اجود انواع المهندسين. ارد احرقهم هذول المهندسين نفسهم، ما ديش الحلقه غير احرقهم. بدنا نتباحث بالموضوع ولقينا اكثر من حل. زين احنا اقترحنا يعني سوينا اكثر من خريطه. زين. صراحه اقترحنا انه احنا شو نسوي؟ نستقطع جزء من العراق. اها جيب خلينا نشوف هذا العراق. هذا العراق راح نستقطع جزء من عنده تكون هي يعني اتمنى عارضين الخرائط على الشاشات. جمهورية الفقراء السعيدة المتحدة. شو اسمها؟ جمهورية. مو صغيرة؟ ايه. مو جمهورية، جمهورية جمهورية. جمهورية، بعدين هاي مستقطعة يعني. لك بابا أنت غبي، شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ لك بابا ما عدا حدود، ما عدا حدود دولية، شلون تطبون للسعودية؟ شلون تروحون للأردن؟ فهمني. طبعًا أنا عرفت بيك راح تعارض وتخرب السالفة، وسويت خريطة خاصة بيك. زين راويني. ايه. ايه. تفضل. هاي شنو هاي؟ شو مسوي؟ راح نخلي نعزل درج خارجي للجمهورية مالتنا. حتعزلون بدرج؟ نعزل من عندكم. زين. خلي باب واحد، صحيات واحد، تانكينا واحد، جهاننا يلعبون واحد، ولا أرى القرد ولا القرد يراني. عمي ملينا يا قوة، دعوفونا فكم منا يا أخي. راح أجومها. لك ابني، أنت ما جاي تفتهم، أنت ما تقدر تفصص. بس لحظة أنا لازم أجومها. لك ابني، فهمني. انت شلون راح تفصل نفسك عن العراق؟ انت بالعراق نفس الثروه الحيوانيه، نفس الثروه المائيه، نفس المناخ. لك ابني هسه احنا من عندنا مشكله باللحم، هاي الحمى النزيفيه اللي تصير، هاي ماشي عاد كله يقول لك حتى على الدجاج صارت، هاي شلون تحل اذا عزلت لوحدك؟ ما قعدنا اني وثله من اجود احرقهم الثله.
احرقهم واموتهم. اخي ده نشتغل، ده نشوف لك حاجه اسوي لك معك. موتوا موتوا لا تشتغلون. المهم احنا كان عندنا تحقيقات على قدم وساق لمده ايام ايام، احنا كنا نحقق ويا الشخص المسؤول عن ازدياد اسعار اللحوم البيضاء بسبب الحمى النزيفيه. بالجمهوريه؟ بالجمهوريه مال الفقراء، راح اجيب لك هذا. ايش راح يجيب؟ بس ايش راح يجيب؟ هذا كل ما يطلع يقلقني، كل ما يروح يقلقني، غير ابتيم ايش راح يجيب؟ هي تمشي. هي تمشي، هي تمشي، دير بالك دير بالك دير بالك. هي هذا 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 الشخص انا جبته هنا حتى انت تحقق وياها. لك ما اعرف احكيها، شلون اسام وياها؟ انا اعرف احكي وياها. تتفاهم وياها؟ انا قلت الحكي منك الهي حتى ترجم لي. ترجم لي هسه انا احكيها. بق بق بقيق بق بق بقيق. لا شكو تحكي ايراني؟ الحل شنو؟ اكو حل، اكو حل. ما يعصى علي شيء هسه اعرقها واجي. با حتى هدئت بس صارت عراقيه. تعال بابا تعال. بق بق بقيق ققق. لا صدق ققق. علاوي اعطيني 50,000. شكو؟ عندهم مشاكل عاليه بالقفص. وين شالي يعني؟ اخذ شي ناين ومسواق والدنيا محترقه. مو بالله باليج دقيق بق 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 بق. عيني هاي تقول يعني بسبب التجار. بسبب التجار؟ اي هي هسه حكيت. تقول التجار من يعني صارت اكو مشكله باللحم الاحمر صعدوا سعر اللحم الابيض. بس اكو حلول. شنو الحلول؟ ما راح اقول لك شمه لان الكيلو ب 18,000. زين جبن مثلثات مشي وضعك لحد ما تخلص الحرب مال روسيا وانا خو ما ادوخ بيك. الف شغله عندي. واعلانات ما نشوف اخر مشهد هذه الليله وراها نختم ونسولف بالختام شغله مهمه. صدق سويت على سيارتك؟ راح نقضيها روحه وراجع مشي؟ اي ما اكو مصلح براسه خير. لا ترك اخوي. اي بس صعب يتحصل. وبايش اللي لقيت؟ لقيت واحد من امن وانزه الفيتارين الموجودين بالبلد. لو ما هو ملتزم ويا المحركات الصغيره كان هسه يصلح بواخر بالميناء. منو هذا؟ حسن. يجي حسن زين؟ مثل حسن ما اشوف. زين شو وقت يخلص السياره؟ قال لي يومين ثلاثه. واحد بقى السياره يم وهيك انت مامن بيه؟ قال لي امانه الله ورسوله السياره متر واحد ما تتحرك. إذا ما رجع لك يا حسن من الوكالة. أنت هيك واثق من حسن؟ مثل حسن ما أشوف. أقول لك هاي مو سيارتك؟ لا يا بس سيارتي بالتصليح جابني. شنو أنت يا معود هاي سيارتك شنو ما أشوف؟ أنا غير حسن ما أشوف. منيتك مطر والله مطر. الله. وقت تنزل بلاغم بلاغم. افلي الدندش دندش راس بوكس 13 حبيبي. حسن ها شو يسوي السياره هنا حسن؟ ها؟ لا مو اني. انت شنو حسن؟ مو اني مو اني. حسن انت مو قلت لي المهنه امي والبدله ابوي والسيارة أكملها مثل أي طالب عنده واجب بالمدرسة؟ وشنو اللي استجد عزيز السائق؟ اللي استجد عزيز الفيتر، أنت ما كملت الواجب بالمدرسة، أخذت وياك للبيت. تراني ما سويت شيء، باوعت عليها قهرتني. فقررت آخذها وياك لأبو ناس تونسها، وفد شوية تدخلها للملهى. جائز. بس أخذ حذر، لأن هاي سيارتي وأعرفها، بالبنزين تصرف، بالكيت ايش راح تسوي؟ حسن مو بس طالع بالسيارة، جايب شرب وجاي يسكر بيها. بس بعدنا ما نبلشين. وهذا حسن؟ مو قلت لك، مثل حسن ما أشوف. إخوان. ترى أنا سويتها جداً عملي ومهني. السيارة بها مشكلة بالغاز جيت يعني تخبط. حسن حسوني حساني أنت تخبط حبيبي، السيارة ما بها شيء. خلص إخوان أنا آسف وراح أصلح غلطتي. تعال بابا دندش لم اللبلبي. شو بالله مرخصتك حساني خلينا نشوف شكو بالسيارة. وقتي منيتك مطر والله مطر. لبلبي وقت تنزل بلاغم بلاغم.
ام لبلبي؟ تبلل وتشوف اش قد علي ضام، والله علي ضام. ام لبلبي؟ يا خايب وينك انت؟ الله ايش قد حلو صوت هذا الولد. تعرف ليش جايبه؟ لان مسجل ما سياره عطلان. لا تصدق حسن صاحب مزاج. مثل حسن ما اشوف. استاذ بس انت ما انطيتني وجهه نظرك باختياراتي بالمزه. يعني لا بأس بها بس مبالغ باللبلبي، بعدين ترى اللبلبي بس يبرد يصير حاله حال الالمازه بالطرشي، ما له داعي. فاتتني ما اجيب الطرشي. حسان حبيبي قلت لك الضفيره مال عقل بها مشكله، مو تجيبنا بالضفيره. حقك. اخوان انا اسف وراح اصلح غلطتي. دندش لم اللبلبي. للامانه حسن بدا يتغير. مثل حسن ما اشوف. انت هواي ظلمتوني. انا بلشت اشتغل بالسياره وفتحت الكتف. شفت بي مشكله؟ جبت وياك لابو ناس تشيكه. ترى الكتف مالتي اذا مو هو وربع طاير ما يستقر. او سغوات سويتهن، الفرام مما سويتها. يابا هاي المما ما حد بحالها، حتى بتشرب تكذب. بهاي حقك. اخوان انا اسف الظاهر عندي مشكله بالمصداقيه وراح اصلح غلطتي. دندش لم اللبلبي. زين الطبله ما سويتها؟ طبله ما يحتاجوها، ناصبين بالصندوق. العينه صينيه. اذا عصينيه اطمئن، الشباب ورا ما يخلصون شروب هم يقررون شي يدزون بالصينيه، لحم دجاج على المشتهى. صح لسانك. انا هذا الموضوع بعدني محاسمه. التردد اكبر مشاكلي وهذا غلط. بس لا تخاف انا راح اصلح غلطتي. لا ما راح اصلح شي، واقص هالايدي منها اذا انت قلاص البنزين مشيكه. يعني معقوله انا مو خوش انسان؟ انت تدري انا ايش قد وقعت من عيني؟ حسوني حبيبي، حساني، حسونتي، سياره مو مالتك، ضربت بيها اشاره، دعمت لك واحد، برقبت من توقع. خلاص أنا من هاللحظة قررت أتغير. دندش لم اللبلبي. طني ضاع أكثر، موضوع كبير. يعني من نكتب أي عرض خاصة بهذا الموسم فنريد ناخذ موضوع مهم نحكي به، فنلقى إيش قد أكو مأساة لازم تنحكي، فنقول يا بس نحكي لهم المأساة ونضوجهم لو نضحكهم. تضحكتوا وفرحتوا بس ما تدرون بحجم المصيبة لما نحن نسوي سيرتش. المستقبل أسود ما شاء الله. أريد بس واحد يعرف المستقبل يحكي وياي. أنا أعرف. أنت تعرف المستقبل؟ بشرفك؟ لا تقول لي إيش راح يصير بـ 2023. لمعرفة أحداث 2023 أضغط الرقم 1. إيه تدلل؟ كأنك على الرقم 1 إذا أنت تعرف المستقبل؟ هاي طيط. لمعرفة أحداث 2024 أضغط الرقم 1. لك ابني عرفتني 23 إحنا أول شيء. عمي هم هاي طيط. لمعرفة أحداث 2025 أضغط الرقم 1. اشتعلت لشتك. لك ما قلت لا 23 ولا 24، هاي هم طيط. لمعرفة أحداث انشب؟ تقول اذا السنين شبيهن؟ اريد اعرف هاي الخمس سنين شبيهن؟ الا اقول لك هاي الخمس سنين كلهم طيط. عمي ما اريد اعرف ايش راح يصير بالسنين. من راح يصير رئيس وزراء؟ للتحدث باللغه الفارسيه. للتحدث باللغة الفارسية أضغط الرقم سي. زين يابا من راح يصير رئيس جمهورية؟ أوج ما أريد أواكر داخرة واحد. كاكا صحتي شونا، دنقوباس شونا، حالي شونا، زور سباس كاكا. عوف للسياسة، الناس قتلها التراب. هذا المناخ ما راح يتغير، المناخ بالمستقبل حيتغير. للتحدث مع الفنان هاني رمزي شخصياً أضغط الرقم 5. راح تبقى أكو ميليشيات وفصائل مسلحة وسلاح فوق القانون، احكي لي. للتحدث مع جهنم أضغط الرقم 6. زين عمي مأيسين من كل شيء، راح نقدر نلزم حدودنا يعني؟ يعني هاي الشقفة اللي بتركيا من أنا، هاي من أنا من يم السعودية، مياهنا الإقليمية راح نقدر نسوي ميناء الفاو الكبير مثلاً؟ تكفى يا الأخو،
للتحدث مع السفارة الكويتية اضغط الرقم 7. من الأخير حتختم العرض. أكو أمل له؟ لا. للتحدث مع الله عز وجل. لك شنو؟ أوقف لحظة. أوقف. شنو الرقم اللي ندوسه حتى أحكي يا رب العالمين؟ إيش فيك؟ للتحدث مع الله عز وجل ادعي والله كريم. نشوفكم الأسبوع الجاي. شكرا جزيلا. هذا البرنامج برعاية سمارت قوة الحياة.